كل مواطن مقدسي يعتبر نفسه مرابط. نعم. والرباط هو جزء من العقيدة، فهو يدافع عن عقيدته، وأن المقدسي يشعر بثباته أنه في علاقة مع الله سبحانه وتعالى. الذي يريد أن يرابط لا يتوقع أن الاحتلال سيقدم له الحليب والبسكويت، بده يتوقع أسوأ الاحتمالات، وهذا محتل لديه مخطط، وتصطدم هذه المخططات مع قيمنا، مع ديننا، مع حقوقنا الشرعية، وبالتالي كل مواطن مستهدف ومعرض للاعتقال، للتحقيق، للإبعاد، للاعتداء عليه جسديا، ولكل شيء. هذا أمر من المتوقع. نعم. موضوع سياسة الإبعاد عن الأقصى، هذه سياسة طبيعة الحال عنصرية، غير قانونية، غير إنسانية، غير موجودة في أي دول العالم. نحن عمقنا الاستراتيجي قوي، ومن الخطأ والخطيئة أن يقال أن القضية الفلسطينية لأهلها ولا علاقة لنا بها، أن القدس ليست لأهل فلسطين وحدهم. القدس شأنها شأن مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمسجد الأقصى المبارك شأنه شأن المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبالتالي فإن المسؤولية جماعية، وأن المسلم في فلسطين ليس له بالقدس وبالأقصى بأكثر من أي مسلم في العالم. بترتب بعد الوعي أن هذه الشعوب تضغط على دولها، على حكامها، ليتحركوا، ليضغطوا على الاحتلال. بالمقابل أين الحراك السياسي؟ أين الحراك الدبلوماسي؟ يعني منذ سنوات لم نشعر أن إسرائيل تعرضت لأي ضغط حتى تتراجع عن مخططاتها، سواء ما له علاقة بالأقصى أو ما له علاقة بالقدس أو في مناطق فلسطين بشكل عام. إذن هذا الوعي يؤدي إلى تحريك الحكومات لتأخذ دورها وتتحمل مسؤوليتها. فحقنا هو حق واضح ينبثق من قرارات ربانية، ليست من قرار من مجلس الأمن ولا من هيئة الأمم، ونحن أمناء على قرار الله سبحانه وتعالى. لابد من تثبيت الرواية الإسلامية، لضحط الرواية الإسرائيلية الزائفة. أقسم بالله العظيم أن نحمي المسجد الأقصى المبارك، أن نحمي المسجد الأقصى المبارك، أن نحمي المسجد الأقصى المبارك.